النهارده معانا الفيات التيبو المانيول، بس هي الحقيقه الشكل الخارجي والداخلي بتاع العربيه ما يديش ال 1400 المانيول، هي قلبه على 1600. تعالوا نشوف ايه حكايتها ونتكلم مع صاحب العربيه على الموتور، وكمان نعمل لها تجربه تسارع في الشارع المقفول ده. يلا بينا. بس وقف الفيديو عندك هنا. دي مجموعه اكواد تخفيض من شركات كتيره جدا، اولهم نون لمصر والسعوديه والامارات، رنين لمصر، نمشي دي جديدة للسعودية والإمارات والكويت، أمريكان إيجل لمصر، وفورديل للسعودية. دي الأكواد كلها قدامكم، وقفوا الفيديو عشان تأيدوه. تعال نتكلم في تمن العربية، الموضوع المحرج دلوقتي. العربية دي موديل 2019، تمنها وقتها كان 240 ألف جنيه مصري. طيب تعالوا نراجع مواصفة العربية. العربية كومباكت سيدان، طولها أكتر من 4 متر ونص بشوية، قاعدة العجلات أكتر شوية برضو من 2.6 من عشرة، وزن العربية طن 300 وشوية. هنا العربية موتورها ال 1400 سي سي الفاير، اللي معروف ان هو بياكل زيت، وطبعا هنتكلم مع صاحب العربيه في حته تاكل الزيت. واصين على الحركه 6 سرعات مانيوال، الموتور بيولد 95 بي اس اللي هي 94 حصان و 127 نيوتن متر. طبعا العربيه جر امامي، التعليق الامامي بتاعها ماكفيرسون، والخلفي متصل كابل تورشن بي. صاحب العربيه عامل شويه تغييرات في العربيه، هي اصلا بدات حياتها انها مانيوال الهاي لاين، ولكن في ال 1400، لكن حاليا هي شكلها عامل زي ايه؟ الاوتوماتيك الهاي لاين. عامل شويه تغييرات، بدايه من الشبكه دي بتاعت الاوتوماتيك، واخدين بالكم، وبرده الفوج لايتس، ان فيها فوج لايتس، والجنت ده بتاع البيس لاين الاوتوماتيك. هنا المقاس 255 16. صاحب العربيه ما يعني ما غيرش لل 17، قال لك مؤلم وبيعمل بلالين، وفعلا انا موافقه. ومن الجنب عنده كروم حوالين برضو الازاز والاوكر بالظبط زي الهاي لاين الاوتوماتيك. ومن الخلف برضو عامل شغل في الاناره الخلفيه، مغمقها في حته عشان يبقى شكلها رياضي. من جوه بقى في تغييرات شويه جوهريه، واحد حاطط الشاشه الديجيتال اللي في النص ما بين العدادات، يعني مغير لوحه العدادات خالص ومكودها صح، وزي ما انتم شايفين بتطلع المانيوز كلها تمام. وكمان مغير نظام الترفيه، لان اللي بينزل مع المانيوال بيبقى راديو صغير جدا وما فيهوش اي قيمه، ده تغيير كبير واظرف اكيد كبير في يعني اظرف اكيد كتير في العربيه. ازيك يا اندرو؟ ازيك يا باشمهندس؟ الاخبار ايه؟ الاخبار بقالي بدور على العربيه دي كتير جدا. اول حاجه هنسالها لك، ايه اخبار الزيت؟ الموتور ده مشهور بتاكل الزيت صح؟ طيب احكي لنا بقى عن التجربه الكامله. انت دلوقتي العربيه معاك 3 سنين وعامله 136 ألف، احكي لنا التجربه الكامله عن جد بقى، مش ايه ناس بتحب انت عارف بتحب تزعق وتعمل اصوات وكده. والمعروف الموتور ده زي ما هو بياكل زيت، بس هو مشهور برضو ان البلوك ده بيعيش العمر كله، يعني حصل. دي واحده من الحاجات المشهوره فيه. حصل. طيب احكي لنا بقى. تمام ماشي. انا اشتريت العربيه دي في اول 2019 وعارف حوار الزيت ده من الاول. اوكي. بس انا عامل برضو حسابي في حاجه، ان الموتور الفاير ده من زمان مشهور وبينزل زي ما هو كبلوك، يعني من التسعين من اوائل الالفينات لغايه ما العربيه دي اتعملت، ومشهور جدا باعتماديته وانه ما فيهوش اعطال كتير. صح. فانا اتكلت على الله وجبتها. بعدها بقى جالي حوار الزيت في اول 20 ألف كيلو. الحقيقه العربيه كانت فعلا بتسالك زيت، كانت في اول مثلا قد ايه بقى؟ ادينا ارقام. تمام. يعني انا في ال 10000، اول 10000 كان اول 3000 فيهم خدت لتر كامل، وانا اصلا دي بتشرب زيت. بتشرب زيت كان الموتور، يعني تحس ان الموتور مفوق. اوكي. بعدها ب ال 20000 او ال 10000 التانيين برضو كانت بتاكل زيت بطريقه اكبر من الطبيعي، بس اقل شويه من الاول، يعني كل 3000 كانت مثلا 750 مثلا. انت كنت ماشي بكرتونه زيت معاك على طول مستمره؟ يعني ما هو كده كده كان الـ يعني الجيركن بتاع الزيت 4 لتر انت العربيه بتاخد 3، هو نفس اللتر ده كنت بزود منه يعني. طيب اوكي، فاست فورورد بقى دلوقتي. بعد انت قلت في الاول ادي كان المعدل، وبعدين المعدل بعد قلت لي حصل تغيير بعد ال 20000 بالظبط. بعد ال 20000 بقى فضل يقل شويه 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 لغايه دلوقتي. انا دلوقتي ماشي 136 ألف كيلو، ما بزودش تقريبا لغايه ال 10000 خلاص الزيت بس بيتاكل برضه. بس بالظبط، بس بيقل شويه بقى، يعني في ال 10000 بيقل اقل من كيلو بالظبط. يعني قبل الغيار الزيت على طول لو قست المقاس هتلاقيه ناقص حوالي 750 700، بس ما بتضطرش تزود. يعني هو الافضل على فكره التزويد برضو دايما، انت التوب اب، يعني ان انت تبقى مخليه دايما الزيت عالي في العربيه. اكيد. يعني انا لو مسافر او رايح مشوار كبير او حاجه بزود يعني احتياط. اوكي. لكن
الكلام اللي كانت قال لي ساعتها حتى من التوكيل وكده عادي ممكن ما تزودش يعني مش خطر ولا حاجه. اوكي بس ادينا عرفنا عامه هم عشان الناس تبقى عارفه هم بطلوا الموتور ده خلاص ونزلوا بداله ال1000 الثلاث اسطوانات التربو الصغير. مظبوط. مش هنشوفه لسه في مصر, احنا مش عارفين احنا هنشوف ايه الايام دي اصلا في مصر يعني ما حدش عارف حاجه اصلا, ولكن نامل ان احنا ما نشوفوش برضه. العربيه تيبو مفيش اي فرق, ناقل حركة يدوي سريع جدا النقل فيه, النقل الـ الشفتات كلها قصيرة اللي بيسموها شورت شيفتر يعني بوضوح. ويمكن الملاحظة اللي احنا كنا بنتكلم فيها قبل التصوير ان النقلة الستة مش طويلة كفاية, هوريكم دلوقتي حالا احنا حاليا في الخامس وبتقولي لو انتوا شايفين لوحة العدادات بتقولي شيفت انقل, انا مش عايز انقل اوكي, اصل الموتور ده مش هاخد منه اداء لو انا نقلت عند 2800, هاخد اداء لما ازود شويه, ده موتور تنافس طبيعي والعزم والقوه بيجوا متاخرين طبيعي, ولكن هي النقلات قصيره. انا حاليا ما زلت في الخامس, نوريكم على 120 عدد لفات الموتور هيبقى عامل ايه. طبعا هي كده مشحره, نعمل لها كيك داون للرابع عشان نحسن شويه الاداء. كده احنا في الخامس, نشوف عدد اللفات في السادس هينزل قد ايه. بصوا بقى على لوحه العدادات دلوقتي هي مسجله 3200 عند 110 او حتى اقل من 110, فده معناه ان انا لو عايز امشي على 120, يعني نمشي على 120 السرعه القانونيه بتاعه الشارع تمام, انا كده ماشي على ال 120. بصوا عدد اللفات عالي ازاي, هو لذيذ قوي بيدي اداء, لكن مفروض السادس ده كان يبقى اطول بكتير بكتير من كده, عشان لو عايز امشي على عربية على 150 او 160 ما بقاش جايب اخرها, هي ممكن توصل لاخرها مثلا 180 يمكن حتى اكتر من 180, انا متأكد ان في ناس ممكن تكون جابت اكتر, ولكن انا كده مزود قوي على الموتور. ده واحد من الاسباب اللي احنا كنا بنتكلم فيه برضو قبل التصوير, ان ده اللي بيساعد في تاكل الزيت, ان هو مش مريح الموتور حتى على النقلة الطويلة الاخيرة اللي بيسموها الفاينل درايف. الناس كلها دايما بتعمل مثلا الزاد اف الثمانية, تلاقي اول سبع نقلات عدوانيين جدا, يجي عند الثامن ده وايه يريحه قوي يخليه طويل عشان ايه يفتح السرعه القصوى بتاعت العربيه. طيب احكي لنا عن استهلاك البنزين. ماشي, هو انا الحقيقه مشوار شغلي كل يوم حوالي 60 كيلو رايح 60 كيلو جاي. انت بتعمل 120 ده من غير ما تقول اي حاجه, من غير ما تنزل تاكل اي حاجه, بس كله طريق سريع يعني كله. طريق مفتوح كده. فالافرج في المشوار ده لو انا ماشي ومثبت السرعه على 120 بيتراوح من 6 ل 6.5. اوكي, ده مع تثبيت السرعه مش مع اي جري مش مع حرق. أوكي. مش مع اي حاجه. أوكي. لو انا بقى هكومباين جوه المدينه وكده ممكن يعلى ل 7 7.5. اوكي, يعني ما جابش معايا اكتر من 8 خالص قبل كده يعني. مش وحش, بس هو الصراحه من 1400 كان المفروض تاخد اقل. ده حقيقي, بانه برضه نقل الحركه غراب جدا يعني, اعتقد انت لو ماشي على 90 على السادس ده ايديال. بالظبط, هو فعلا يعني احسن استهلاك مع ان الموتور يعني مش متوافق يعني مع السرعه بتاعه الفتيس وكده هي 90, وبيديني مثلا حوالي 4.5 لتر 5. عامه بص يا جماعه, بخلاف نقل الحركه والموتور اللي انتوا عرفتوا التاكل بتاعه بالظبط عامل ايه واللي هو انتظم, الا انا عايز اقول لكم ان انا ما غيرتش رايي في العربيه خالص. العربيه ما زالت بتدي ثبات هايل على الفئه السعريه دي كلها, عربيه ثابته جدا. نقل الحركة المانيوال هنا لذيذ جدا, هو هيدروليك وفرامل العربية كويسة جدا, والتكييف بتاع العربية برضو كويس جدا. هو طبعا الأيام دي الجو ابتدى يتحسن شوية أكيد, ولكن برضو ما زلت عند نفس رأيي بالظبط, أنا ما غيرتش رأيي خالص في العربية دي مانيوال أو أوتوماتيك. طبعا المانيوال سواقته ألذ بس قصير شوية هنا نفسه الجير بوكس. الحق عروض نون بتاعت باك تو سكول, نون عاملة عروض كتيرة جدا الفترة دي عشان باك تو سكول, ممكن تستخدموا الاكواد بتاعتي ام كار ماجد 10 ماجد 50 نون 20 نون 21 نون 22, وكمان الاكواد دي شغالة في مصر والامارات والسعودية. طيب تعالوا نعمل تجربة التسارع, انا حاسس انها ابطأ بس هنشوف. انا قافل الثبات الالكتروني, واحدة من الحاجات الحلوة في العربية دي فيها ثبات الكتروني, تعالوا نجرب. لا 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 لا, ده احنا لسه في نقلة كمان. خ
15 ثانية. مش عارف مين اللي كان بيقول أسرع ده يا جماعة. الربع ميل في ربع ميل 19 ثانية. طبعا هي كده متضايقة مني قوي، 15 ثانية ومش حاسس فيها. يعني ممكن أحسن شوية بس مش أحسن كتير، بس ده أخيرنا صراحة. الأوتوماتيك كانت 13. طيب عملنا تجربة التسارع بس عشان نأيدها، ولكن أدينا عرفنا القصة كلها من أونر 3 سنين عاملة 136,000. عرفتوا قصة الزيت من أولها لآخرها. عربية بتقدم كتير جدا، من ضمنها إن فيها زي ما قلت لكم وأنا بعمل التسارع ثبات إلكتروني، واحدة من الحاجات النادرة في العربيات دي. ولكن دي عيبها إنها ما فيهاش غير 2 إيرباجز. الفئات الأعلى كانت بينزل فيها إيرباجز أكتر، دي عيبها إنها فيها 2 إيرباجز بس، ولكن فيها ثبات إلكتروني. عربية ثابتة ميكانيكيا على الأرض هايلة، ما عمري ما غير رأي فيها، ثابتة قوي على الأرض. النقل الحركة كان لازم السادس ده يبقى أطول والخامس يبقى أطول برضو، هم مقصرينهم بزيادة. وحتى يعني ضرب شوية في التسارع إنه قصير قوي، وعلى بال يعني كنت متخيل 3 نقلات ونبقى في المية، ده سعادتك الرابع. عشان يعني هي شورت شيفتر ولذيذة في السواقة بس هتنقل كتير قوي ومش هتوفر بنزين قوي، لأن النسب اللي بيختارينها ما مش فاهمها الصراحة. لكن غير كده العربية معمولة حلو قوي، واللي أندرو عامله في العربية إنه قلبها للهاي لاين الأوتوماتيك لذيذ جدا. الشاشة بتفرق جدا، العدادات الديجيتال حلوة برضو جدا، والمنظر الخارجي أكيد ألذ من الهاي لاين المانيول. بس برافو وميرسي إن أنت جيت لنا وأخدت يوم من شغلك أوف. نرحمك من مشوار الرهيب اللي احنا بس. لو عجبكم الكلام ده عملوا لايك وسبسكرايب، ونتقابل في العرض القادم. سلام. بس وقف الفيديو عندك هنا. دي مجموعة اكواد تخفيض من شركات كتيرة جدا، اولهم نون لمصر والسعودية والامارات، رانين لمصر، نمشي دي جديدة للسعودية والامارات والكويت، امريكان ايجل لمصر، وفورديل للسعودية. دي الاكواد كلها قدامكم، وقفوا الفيديو عشان تأيدوه.